بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي الأعزاء، راح نبدأ اليوم بدراسة القطوع الزائدة، الدرس 8 من القطوع المخروطية. القطع الزائد هو مجموعة من نقاط المستوي، هو المحل الهندسي لمجموعة نقط المستوي، والتي يكون الفرق المطلق بين بعديها عن نقطتين ثابتتين يساوي مقدار ثابت. نسمي النقطتين الثابتتين ببارتي القطع. إذن هذا هو تعريفه، هو المحل الهندسي لمجموعة النقط في المستوي والتي يكون الفرق المطلق بين بعديها عن نقطتين ثابتتين يساوي مقدار ثابت. هاد اف واحد اف اتنين هن النقطتين الثابتتين. الآن الفرق المطلق دي واحد ناقص دي اتنين يساوي مقدار ثابت، وأيضا دي 3 ناقص دي 4 أيضا يساوي نفس المقدار الثابت. إذا المحل الهندسي لهذه النقاط اللي بتحقق لي هالشرط هذا بسميها أو بتشكل لي قطع زائد. بيشبه القطع المكافئ لكن له جهتين، له بؤرتين. خلينا نشوف عناصر القطع. العنصرين الأوليين الثابتين هما البؤرتين. البؤرتين قلنا بأنه مؤلف من جهتين، الأولى تحوي البؤرة الأولى والمنحني الآخر يحوي البؤرة الثانية. إذن لاحظوا أن الجزء الأول، المنحني الأول والمنحني الثاني محصورين ضمن مستقيمين. هالمستقيمين بسميهم المقاربين. ماذا يعني مقاربين؟ يعني أن المنحني يقترب من هذا المستقيم ولا يقطع، وأيضا يقترب من المستقيم الآخر ولا يقطع، وكذلك المنحني بالجهة الأخرى يقترب ولا يقطع من المنحنيين. الآن راح أسمي هاد بالمقارب وهاد بالمقارب. إذا له مقاربان. نقطة تقاطع المقاربان هي مركز القطع. مركز. الآن النقطتين التي تقع على استقامة البؤرتين نسميهما رأسا القطع. رأس. والمستقيم المار من الرأسين والبؤرتين والمركز، لاحظوا البؤرتين والرأسين والمركز، هذا بسميه بالمحور القاطع، يقطع القطع، يقطع القطع الزائد. إذا راح أسميه بالمحور القاطع. أما العمود على المحور القاطع عند المركز فراح أسميه بالمحور المرافق. المحور المرافق. إذا هذه هي عناصر القطع الزائد. عناصر القطع الزائد. طيب، ما هي الأطوال الهامة الموجودة ضمن العناصر في القطع الزائد؟ قلنا البؤرتين F1 F2، الجزئين المنحنيين اللذان يحويان البؤرتين، المقاربين عم نرسمهم، المركز، الرأسين، المحور القاطع، المحور المرافق. تعالوا نشوف الأبعاد السي والاي والبي. الآن البعد بين المركز وكل من، خلينا نأخذ أولا من الرأس. الرأس والمركز، المسافة هذه، المسافة هذه هي اي. لاحظوا المسافة تساوي A. إذا بعد الرأس عن المركز A، بعد الرأس عن المركز A، وبالتالي المسافة بين الرأسين هي 2A. أيضا بعد البؤرة عن المركز C، وأيضا البؤرة الأخرى بعد عن المركز C. لاحظوا أنه C هنا أكبر من A، C أكبر من A، في القطع الناقص كانت C أصغر من A.
إذن نشوف أيضا نرسم المماس في الرأس الأول والمماس في الرأس الثاني، فيقطع المقاربين في نقاط، أربع نقاط، من وصل النقاط فنحصل على مستطيل. الآن طول ضلع المستطيل للمماس هاد هو 2 بي، اللي هو هاد من هون لهون، وبالتالي المسافة من هون لهون بي، من هنا لهنا بي. إذن هذه بي وهذه بي. الآن هنا ما عندي مشكلة إذا كان A تساوي B أو B تساوي A أو B أكبر من A أو A أكبر من B، ما بتفرق، ما راح أحط شرط، لكن الشرط الأساسي هو C دائما أكبر من A. إذن في القطع الزائد C أكبر من A، وأيضا العلاقة اللي بتربط لي بين A و B و C هي C تربيع تساوي A تربيع زائد B تربيع. بالقطع الناقص كانت A تربيع تساوي A تربيع ناقص B تربيع. إذن هذه هي الأطوال في القطع الزائد. رح نشوف المعادلات. طبعا إذا كان المحور يوازي محور القاطع يوازي المحور X يكون أفقي. إذا كان المحور القاطع أفقي يعني يوازي المحور X، فإن المعادلة هي من الشكل هذا. هذه الصورة القياسية للمعادلة القطع الزائد. X ناقص H تربيع، X ناقص H تربيع على A تربيع، الناقص Y ناقص K تربيع على B تربيع تساوي الواحد. لاحظوا قطع زائد هنا إشارة ناقص بين النسبتين بين الكسرين، ناقص حطيتها بلون آخر حتى تظهر للطالب. طيب لاحظوا الـ A تربيع تحت الـ X والـ B تحت الـ Y، بينما إذا كان المحور القاطع رأسي فإن المعادلة الصورة القياسية لمعادلة القطع تصبح الـ Y ناقص K فوق الـ A. لاحظوا ثبت A تربيع، الواي بتصير بالجهة الموجبة والإكسات بتصير بالجهة السالبة، يعني بدلت بين الإكس ناقص H تربيع وجبنا واي ناقص K تربيع للطرف للنسبة الأولى. يعني هنا في القطع الأفقي يكون الإكس هو الموجب والواي هو السالب، بحافظ على المقامات A تربيع B تربيع بمكانهم ما بغيرهم، والواي في القطع الأفقي يكون بالسالب. أما في القطع الرأسي الواي بالموجب والإكس بالسالب. طيب تعالوا نشوف خواص كل واحدة من هذه القطوع. رح ناخذ أول شيء الاتجاه الأفقي، محور القاطع أفقي. طبعا لما بيكون المحور القاطع افقي طبعا طول المحور القاطع 2a، طول المحور المرافق 2b، طول البعد البؤري 2c، والعلاقه بينهما كتبناها. هذا هو القطع الزائد الافقي، المحور القاطع افقي. بدي صفاته، بدي المركز، بدي البؤرتين، بدي الراسين، بدي معادله المحور، بدي واضح معي. طيب ايضا بدي معادلة المقاربين، معادلة خطات تقارب هما واي ناقص كي تساوي موجب سالب ما تحت الواي، جذر التربيعي اللي ما تحت الواي على الجذر التربيعي اللي ما تحت الاكس، يعني بي على اي، والكل مضروبين باكس ناقص اتش. طيب خلينا نشوف الصفات، راح ارتبها بجدول احسن ما ارتبها بشكل عمودي وعشوائي. راح اخذ شيء اول شيء المركز، بعدها احداثيات البؤرتين، الراسين. الراسين في الافقي اتش زائد ناقص اي فاصلة كي، البؤرتين اتش زائد ناقص سي فاصلة كي، معادلة المحور القاطع واي تساوي، طبعا المحور القاطع هو هذا
يقطع المحور واي في النقطة واي تساوي كي. المحور المرافق، المحور المرافق هات يقطع المحور اكس عند اكس تساوي سي اتش عفوا اكس تساوي اتش. طيب اذا هذه لازم نحفظها او نستنتجها من الرسم. راح ناخذ الان طبعا العلاقة كتبناها سابقا، راح ناخذ العلاقة المعادلة في الصورة القياسية للقطع المكاف القطع الزائد الرأسي. لاحظوا ال y ناقص k صارت بالجهة الموجبة والx ناقص h بالجهة السالبة. حافظنا على مكان a تربيع و b تربيع، وقلنا a و b ما عندي علاقة بيناتهم لا أصغر ولا أكبر، ممكن يكون ال b أكبر من a، ممكن يكون ال a أكبر من b، ما عندي مشكلة. ممكن يكون ال a تساوي b عندئذ نقول أن القطع زائد متطابق الساقين. إذن هذا القطع رأسي. نفس الشيء طبعا بإمكاني أكتب طول المحور القاطع 2a يكون المحور البعد بين البؤرتين 2c، وممكن نقول أنه طول 2c طبعا، ونحسب الـ b. شايفين هذا هو القطع الرأسي. أما معادلة خطات التقارب هن الأهم، y ناقص k تساوي موجب سالب ما طبعا مربع جذر تربيعي يعني لمربع ما تحت الواي اللي هو a على b مضروب ب x ناقص h. لاحظوا ما تحت الواي على ما تحت b بالكل تحت الجذر. اما باقي الخواص فالمركز هو h k نفسه، الرأسان h فاصلة k زائد ناقص a، البؤرتان h فاصلة k زائد ناقص c، معادلة المحور القاطع طبعا المحور القاطع هنا x تساوي h، والمحور المرافق هو y تساوي k. أيضا نحاول نستنتج دائما هذه الصفات الخواص من الشكل نفسه، أو طبعا حتى ما ننسى اللي حفظناه الاستنتاج دائما بيكون أفضل. حدد خصائص القطع الزائد الذي معادلته. طيب هنا الإكس هي الجهة الموجبة، إذا هذا رأسي عفوا آسف أفقي، إذا القطع الزائد أفقي. طيب هذه هي الـ a، a تربيع 9 يعني a 3، b تربيع 4 يعني، إذا خلينا نكتبهم هنا نرتبهم. أول شيء بدنا h، بدنا h هي ناقص 1، الـ k هي ناقص 2، الـ a هلا a تربيع 9 معناتها a تساوي 3، b تربيع 16 يعني b تساوي 4. بدي احسب له السي، السي تربيع تساوي مجموعهم تحت الجذر، السي تساوي مجموعهم تحت الجذر 16 زائد 9 25، جذر 25 5. اذا هذه هي القاعدة. اذا عرفت الحدود او العناصر المجهولة استنتجتها، الان بدي اكتب الصفات. المعادلة طبعا بالصورة القياسية إذا قرناها هذه هي، وهي قطع زائد أفقي. راح نكتب المركز ونستنتج الرأسين والبؤرتين، معادلة المحور القاطع، معادلة المحور المرافق. المركز اتش كي يعني ناقص 1 ناقص 2، الرأسان أنا بعرف الرأسان في الأفقي هو h زائد ناقص a فاصلة k. إذا h ناقص 1 ناقص 1 زائد ناقص a. طيب خلينا ناخذ أول شيء الزائد، بيطلع ناقص 1 زائد 3 2 5، والثانية ناقص 4 5، إذا 2 2
ناقص 2 عفوا ال 8 ال كي ناقص 2 وناقص 4 ناقص 2، إذا ال كي ما هي 5، ال كي هي ناقص 2. البؤرتان اتش زائد ناقص سي فاصلة كي. طيب ال اتش هي ناقص 1، راح أضيف وأطرح سي، السي 5 معناتها ناقص 1 ناقص 5 ناقص 6 فاصلة ناقص 2. وأيضا ناقص 1 زائد 5 4 ناقص 2، إذا 4 ناقص 2 وناقص 6 ناقص 2. معادلة المحور القاطع واي تساوي كي، يعني واي تساوي ناقص 2، ومعادلة المحور المرافق x تساوي h، يعني x تساوي ناقص 1. هذا هو صفات القطع كلها. طبعا أما خطات تقارب فهي y ناقص k تصير y زائد 2 تساوي موجب سالب الجذر التربيعي ل 16 هي 4 على الجذر التربيعي بما تحت ال A يلي هي 3. إذا هذا هي القاعدة، y زائد 2 تساوي موجب سالب 4 على 3، طبعا هذه موجب سالبة، x زائد 1. هذه هي المرة بالموجب بطلع معي مستقيم مقارب، وبالسالب مستقيم المقارب الآخر. طبعا هدول هن المستقيم المقاربان. الواجب الثامن هو حل تحقق من فهمك. هلا أطلب من الطلاب حل التحقق من فهمك 1A 1B في دفتر الواجب، وأرسال دفتر الواجب إلى المدرسة لتصحيحه، وإن شاء الله سنقوم بحلهم في درس قادم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.